طيب إذا ما ذهبنا إلى ما يحدث الآن من معارك في دارفور، برأيك حميدتي هناك له قوة كبيرة، يعني هل يستطيع الجيش حسم معركة دارفور؟ لا أعتقد أن هنالك يعني في 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 دارفور الذي حدث كان في جنوب دارفور البارحة، ويمكن منطقة جنوب دارفور هي المعقر الرئيسي بالنسبة لي الفرقة بتاعت الهجانة، ودي من أعرق الفرق الموجودة في الجيش السوداني، وهي يعني عندها حساسية مفرطة تجاه الدعم السريع كما بالنسبة لكل الجيش السوداني هذه الحساسية المفرطة، وبالتالي التعامل معه كان تم بهذه الصورة وبهذه الخشونة، وتم يعني حسمه تماما. كنت أتوقع أن ينجح أو تنجح هذه التفلتات في منطقتين اللي هي منطقة غرب دارفور واللي هي منطقة الجنينة ومنطقة شمال دارفور. منطقة الجنينة فيها القبيلة الأصلية بتاعت كميتي التي ينتمي إليها واللي هي الأمهرية، لكن الذي حدث إنه عندما حصل الاعتداءات في البداية في الجنينة على القوات المسلحة، ويعني حصل الاشتباكات وحصل الموت في داخل الجنينة بصورة كبيرة، تدخلت القوى القبلية الموجودة والتي تمثل المساليت والعرب، والاثنين قبيلتين بينهم ما بينهم من الثارات ومن الدماء الكثيرة، وبالتالي دخلوا وألزموا الطرفين بأنه يعني يوقف هذا القتال، وتم اتفاق رباعي مكون من قبيلة المساليت زائدا قبيلة القبائل العربية زائدا الجيش زائدا الدعم السريع أنه يستسلم الهدوء، فبالتالي هذه الجبهة وكان المحتمل أنه يطور فيها القتال فأصبحت مؤمنة إلى حد ما. بالنسبة لشمال دارفور اللي هو متوقع كان من منطقة الطينة لأنه أصلا فيها بعض القوات وكان فيها معسكر، لكنه وكذلك في منطقة وادي هور، فهو منطقتين كان فيهم تواجد وكانت فيهم قوات، واحدة فيهم زي تقريبا زي 500 من القوات المتمردة وفي الآخر زي تقريبا 3000، لكن تم التعامل مع هذين المعسكرين بصورة كاملة وأصبحت يعني الدعم من دارفور بالإضافة للحرص للقوى القبلية وزعماء العشائر في دارفور، يعني حريصين جدا بأنه لا يتطور هذا الصراع في دارفور، لأنه كل الذين يروحون كضحايا هم من أبناء هذه المنطقة، فبالتالي تدخل الإدارة الأهلية والجودية التي تتسم بها دارفور يعني خلت هذه المسألة تكون محدودة جدا، على الرغم من أنه يعني بعض القوات المتمردة والموجودة في بعض المناطق والمتعاطفة إلى حد ما مع قوات التمرد تحاول الوصول، لكنه من الصعوبة بمكان يعني الوصول للخرطوم لأنه تبقى عملية انتحارية لبعد المسافة وسيطرة الطيران على كل الأجواء السودانية بمساعدة الأغمار الصناعية. نعم، أشكرك دكتور خالد حسين المحلل السياسي السوداني على التواجد معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، المنتصف مازال مستمر، ولكن بعد هذا الفصل فابقوا معنا.